الأحزاب السياسية لازم تكون تتحول إلى منظومات فكرية تنتج الفكر، تنتج ماشي ما العلاقات داخل الأحزاب السياسية الآن مع الأسف، يعني ما نقولش كل الأحزاب مانيش نجمع، كثير من الأحزاب العلاقات داخل مبنية على ولاءات، يعني حول أشخاص معينين، يعني كي نوصل نعطيل ويناقشوا الأمور من خلال الانتخابات، نرشحك أنت ترشح، شكون أنت ترشحني وتبيع، يعني تشري ذمتي أنت تقولي نرشحك، أنا راح نجي ننظر با ترشحني، ننظر واش نعطيك فكري، نعطيك واش نحمل من أفكار، بغض النظر نترشح ولا ما نترشحش، كل من يناظر في حزب سياسي من حقه باش يكون يترشح. ترشيح هذا مش من طرف رئيس الحزب ولا أمين عام تاع الحزب،